بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه لين دينا ما بعد. وأنا أدخل إلى هذا السوق الجميل، سوق نزوة، السوق الشرقي. سعدت أن ألتقي بأحد الإخوة الكرام، ليس الكريم عبد الله بن سالم، عبد الله بن حمد السليماني. الأخ عبد الله، أريدك تعطيه نبذة عن الأشياء التي تحرصون على بيعها. أول شيء نحرص على بيع السكر الأحمر، السكر العماني، ممتاز، ومستحضرات الوجه للنساء، حنة، حنة، محلب، صندل، شبة سوداء، شبة بيضاء، شورى، وعندنا بعض البخور ما شاء الله، وعندنا كمة بهارات، وعندنا أشياء ثانية يعني. جميل. بالإضافة إلى أعشاب طبية. جميل. هل الناس تقبل لهذه الأشياء؟ والله يعني هذا المحل مالكم؟ هذا المحل، هذا المحل. ما شاء الله تحرص. جميل. هل الناس الآن تقبل لهذه الأشياء؟ والله الناس ما تقبل شيء، حاجات بسيطة، بس بعض الأحيان حريم يمكن يشتري مستحضرات الوجه. جميل. ولا الأشياء الثانية قليل حد يطلبها. كمان نبيع يعني خصوصيات. ما الذي شجعك يعني لاحتراف التجارة؟ حقيقة أنا ما أنا صاحب المحل، أنا موظف في هذا المحل. جميل. وبعد التقاعد قلت بدل عن الجلسة في البيت أحسن أدور عمل، أبحث على الأقل يعني أقضي وقتي الوقت مفيد. ما شاء الله. جميل. فما شاء الله هذا هو المحل الجميل والرائع، يحتوي أشياء مما أشار إليها الأخ عبد الله الحراصي. جميل. مكان تراثي، مكان رائع. ما شاء الله. الأخ عبد الله، نعم. بإيش يتميز يعني هذا يعني هذا الجانب أو هذه الأشياء اللي تبيعونها، ما الذي يميزها؟ يميزها كما تقول يعني كما تقول حاجات طيبة، مثل أشياء قديمة، ومثل الملح العريشت وصخري يستخدمه قليل. جميل. وعندك الحلبة العمانية تستخدم حال الأكل، وهي طيبة يعني أغلب جميلة. الأشياء منتوج عماني، كثير من الأشياء عماني. كثير من الأشياء منتوج محلي، والناس أيضا تحرص عليه. طبعا الدكان ما شاء الله كأنه تراثي. عندك القرفة، عندك كليل الجبل يستخدم حال الأعشاب الطبية، مستحفرات عن الأوقاع، عن هذا عندك اليانسون، اليانسون استخدم عن المغص، عن هذا عندك زموتة، عندك القرط هذا يستخدم لباغ الجلود. نصيحة أو رسالة تحب أن توجه لمن يمارس التجارة، ما هي نصيحتك له؟ نصيحتي إنه كل واحد يمارس التجارة يتق الله سبحانه وتعالى، تعتبر هذه التجارة أمانة. نعم صدقت. وما يبيع يعني أسعار مختلفة. نعم. يبيع بسعر واحد. نعم. حال كل، لأن بعض الناس في بيع بسعرين حال الوافدين، وحال الناس من خارج البلد بسعر، والسعر والمواطن بسعر ثاني. لهذا يتق الله سبحانه وتعالى إنه يبيع بسعر واحد ويحافظ على أمان التجارة. آمين. جزاك الله خير، بارك الله فيك.